السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أحمد. ازيكم يا شباب؟ النهاردة بكلم صف الخامس الأعداد الطبيعية، وشايف حضرتك في الرسمة قدامك طه وعين. طه ترمز لمجموعة من الأعداد، وعين ترمز لمجموعة تانية من الأعداد، وده اللي هنتعرف عليه من خلال الشريحة القادمة إن شاء الله. أول حاجة عندي شباب المجموعات، والمجموعات دي بنسميها مجموعات أعداد، وده اللي هنشوفه الوقتي. نمرة واحد في البداية عندي مجموعة الأعداد الطبيعية، أعداد طبيعية من اسمها كده باين جدا يعني. طيب مجموعة الأعداد الطبيعية دي بنرمز لها بالرمز إيه؟ ط، لأن احنا خدناها من كلمة طبيعي، الأعداد الطبيعية يرمز لها بالرمز ط. طيب ايه مكوناتها يا مستر احمد؟ بتتكون من ايه؟ هل يا ترى هي الصفر الواحد النص والربع والخمسة من عشرة والحاجات؟ لا طبعا يا جماعة، كل مجموعة ليها اعداد معينة خاصة بيها. فنبدأ بالمجموعة الاولانية بتاعتنا وهي ط، مجموعة الاعداد الطبيعية، صفر واحد اثنين ثلاثة الى ما لا نهاية، يعني اربعة خمسة ستة سبعمائة ثمانية وثمانين سبعمائة تسعة وثمانين وهكذا الى ما لا نهاية. دي مجموعة الاعداد الطبيعية. اللي بعدها بقى مجموعة أعداد العد، وركز في كلمة العد. حضرتك لما بتيجي تحب تعد حاجة بتبدأ من صفر؟ أكيد لا، أنا ببدأ من واحد، ويرمز لها بالرمز عين، والتانية يرمز لها بالرمز ط. يرمز لها بالرمز عين وهي واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعين واحد سبعين وسبعين وسبعين وهكذا إلى ما لا نهاية، لأن الأعداد أنتوا عارفين كلكم أنها لا تنتهي. الملاحظ بقى، هل في ارتباط بين مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة أعداد العد؟ واضح جدا من الشكل اللي قدامنا إن عندي الصفر هو بالنسبة للأعداد الطبيعية يزيد عن أعداد العد، وأعداد العد ناقصها الصفر. طيب ده نعمله من خلال إيه؟ طه نطرح منها صفر، يعني طه فرق صفر، وخد بالك إن أنا حطيت الصفر بين قوسين مجموعة عشان تبقى دي مجموعة الصفر لوحدها. هشتل طه من الصفر يطلع لي عين، والشكل ده اللي انت شايفه قدام عينك هو ط بتساوي 0 1 2 3 الى ما لا نهايه. اذا اشتلت منها الصفر ينتج عندي الناتج التالي اللي حضرتك هتشوف، اللي هي عين اشتلت الصفر فطلعت لي مجموعه اعداد العد عين. الشريحه القادمه هنتكلم على ارتباط المجموعات ببعضها وازاي نحل المساله. ادي عندي عين هي اتحاد صفر يديني ط، عين اتحاد صفر يديني ط. الشريحه اللي بعدها ركز معايا كويس قوي في الشريحة اللي بعدها. بص يا سيدي، مجموعة من الأسئلة للشريحة ضع علامة تنتمي أو لا تنتمي، واللي مش عارفهم العلامتين دول مرتبطين بعنصر مع مجموعة، يعني لو لقيت تلاتة واقفة لوحدها أربعة خمسة تسعة سين هتلاقي استخدامك هيكون مقتصر على تنتمي ولا تنتمي. أما إذا لقيتهم محطوطين في قوسين مجموعة فانت هتشتغل على جزئية وغير جزئية. تنتمي ولا تنتمي عناصر، جزئية وغير جزئية مجموعة. طب فاي مجموعة وهكذا. ادي مجموعة الاسئلة اللي عندك، تلاتة والعين، وادي سؤال تاني تالت ورابع وخامس ومجموعة اسئلة قدام عينك. نبدأ نستخدم الحل. ادي الاولانية ثلاثة بالنسبة لمجموعة عين اللي الأعداد العد تنتمي، لأن الثلاثة دي عنصر موجود ضمن عناصر عين. والخمسة بالنسبة لطه، سمع حد بيقول تنتمي؟ صح تنتمي، لأن الخمسة تعتبر عنصر من عناصر طه اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية اللي احنا خدناها. طيب ثلاثة وخمسة من عشر اللي هي ثلاثة ونص، هل هي تنتمي لطه؟ لا تنتمي، برافو عليك. طب الاثنين ونص هل تنتمي العين؟ لا تنتمي، لانه مش وانا بعد ما اعرفش اقول اثنين ونص، ينفع اقول واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين اثنين ونص ثلاثة اربعة اربعة، ما ينفعش طبعا. فاي هنا مجموعة ولا عنصر يا شباب؟ فاي مجموعة اسمها مجموعة خالية، ويرمز لها ايضا برمز قوسين فاضيين ما فيش فيهم حاجة من جوه، انما لو في صفر من جوه الصفر ده معناه ان في عنصر، صفر ده عنصر، انما الفاي مجموعة خالية. فالفاي ما استخدمش تنتمي ولا تنتمي، استخدم جزئية وغير جزئية. فهنا الفاي جزئية من عين، لان الفاي جزئية من اي مجموعة، والفاي جزئية من طه، لان الفاي جزئية من اي مجموعة. يتبقى عندي المجموعة اللي قدامي صفر واربعة، هل الرقمين الصفر والاربعة دول موجودين من ضمن عناصر العين؟ قالك لا، يبقى استخدم غير جزئية. تمام، الصفر والواحد موجودين ضمن عناصر طه؟ مظبوط موجودين، يبقى استخدم جزئية. عايز حضرتك تركز وتفرق بين تنتمي
ولا تنتمي جزئية وغير جزئية. لو هتلاحظ في المسألة نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة، البين قدام عيني عناصر، ثلاثة دي عنصر لوحده، الخمسة عنصر، ثلاثة ونص ده عنصر، اثنين ونص عنصر. حضرتك ما كلمتنيش عن عين وطه اللي في الجهة الشمال. لا، اختيارك لتنتمي او لا تنتمي اللي بيحدده العنصر اللي موجود في اليمين، ثلاثة والخمسة والثلاثة ونص او الفاي او المجموعة، العنصر اللي موجود في اليمين، مالكش دعوة بالشمال لو سمحت. العنصر اللي موجود في اليمين هو اللي بيحدد لي كيفية اختيار العلامة المناسب، تنتمي او لا تنتمي. فانا عندي المجموعة واحد واثنين وثلاثة واربعة، الاربع نقط دول عناصر، ثلاثة دي عنصر واقف لوحده، خمسة عنصر. إمامة من أول خمسة ستة سبعة تمانية دي مجموعات، الفاي مجموعة والصفر مع الأربعة اللي نمرة سبعة في قوسين مجموعة، والصفر مع الواحد اللي نمرة تمانية مجموعة. ده أول جزء في صف الخامس للمجموعات، أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا به وفهمتوا، وأشكركم ومنتظركم على قناتي زاد، قناتي على اليوتيوب زاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.